السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي حاجة لسه في مرحلة البحث العلمي، بس ممكن ان انت تجربها، ان انت ترسم حاجة وهو يبدأ يجيب لك، يحاول يرسم لك كأنها صورة حقيقية. على سبيل المثال مثلا اتش تو كاتس، فبتمسح وتبدأ بقى ترسم القطة. والجميل ان هو اوبن سورس، فانت ممكن تنزل الكود وتبدأ تشتغل عليه ومحدش يتريق. انا كده رسمت لكم باتمان اهوت، تمام، وتقول له بروسيد، فهو بياخد الوقت بتاعه ويحول لصورة قطة. في حاجات مثلا زي ترسم شكل مبنى يبدأ يعملهولك، او ترسم خريطة مثلا زي جوجل مابس كده، مجرد خطوط هو يحولها لك لشوارع وهكذا. في حاجات مثلا ترسم شنطة، مجرد ترسم خطوط كده هو يبدأ ان هو يرسم لك صورة حقيقية. اه ما شاء الله يعني، تمام. هنا مثلا تقدر تقول له انا عايز ارسم مثلا حذاء. ثانية واحدة، انا ما رسمتش حاجة، اصبر اصبر، تمام. ممكن ترسم انت بعض الحاجات وهو يبدأ يرسم. مثلا تقدر تقول له كلير وتبدأ ترسم الحاجة. دي كلها موجود متاح، ان لو انت عايز تشغل الحاجات دي تدخل على جيت هاب وتحمل الملفات وتبرمج، تزود، تفعلها، فدي حاجة ما شاء الله كويسة. هو شارح طريقة الفكرة بتاعتها، بياخد ايه ويشغل على ايه، يحس يطلع لك الصورة كأنها حقيقية.